الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم خويا اختي، حنا مضرورين دابا، مضرورين مع كيعطونا ثلاثه البلايص، ثلاثه البلايص كيديروا 70 درهم، غاليين شويه على المواطن. جيتي دايره 12 فرانك، هي غاليه شويه على المواطن. وين هاد الناس يسرحونا يعطونا ستات البلايص؟ حتى المواطن هو يتنفع شويه حنا موين طاكسي الشوافر ما بقاش شويه، زيد العينه في الروسيطه. المهم مضرورين بزاف، خاصهم يستعدوا معنا باش نتساعدوا مع هاد الناس ديال الطاكسيات، راهم صابرين بزاف الشوافر وداك الشيء، ما بقى شويه ما يدار بلاصو راه نسي زيد عندنا. حنا عندنا ثلاث بلايص كتخلصنا في سته، وين فينا هما الناس اللي غيركبوا معنا؟ راه قلوا، شكون اللي غيجي عندك والغاله وبنادم؟ اللي كاين هو هذا. المهم هادشي اللي كاين هو اللي تكره هو اللي كاين. غنطلبوا من المسؤولين هما يساعدوا معنا، يعطونا ستات بلايص، ردونا ستات بلايص ديولنا باش حتى المواطن حتى هو يتنفع شويه وحنا نتنفعوا شويه. الناس ما بقاوش كيركبوا معنا على حساب ثلاثه البلايص، كيجي من قضيه قاصحه. هنا بنادم بعد يولي يركب ب 100 درهم من هنا الجديده، كتجي شويه قاصحه وتجي شويه غاليه من هنا السوالم. دابا الجبلايص كل واحد كيخلص على واحد، دابا واحد الا بغى يخلص كيخلص على جوج ديال الناس. هذا هو الضرر اللي عندنا حنا في الطاكسي. والو مرة غدا مزيانه، غدا بخير وعلى خير، ولا كان الضرر عندنا ان بنادم ما بغاش يبقى يركب معنا، بغى يركب معنا حتى واحد على حسب ثلاثه البلايص. ثلاثه البلايص ماشي معقول باش يمشيو ثلاثه البلايص. الطاكسي حنا كنخلصوا لاسورانس وكنخلصوا القانون على سته البلايص، ماشي على ثلاثه. كنخلصوا مليون و100 الف فرانك ديال لاسورانس وكنهزوا فيها ثلاثه البلايص. يعني خصهم يديروا معنا شي حل على هادشي هذا. الحل اللي في نظرك؟ الحل اللي يديروا معنا يعطونا خير خمسة اللي عطونا خمسة مزيانة، ينقصونا غير بلاصة مزيانة، هذا هو الحل. الحل هو هذا اللي كاين. احنا ضرينا بزاف هاد القطاع هذا اللي حنا فيه دابا، قطاع عشوائي بصراحة ولله. وضرينا ثاني من هاد نقصونا البلايص. دابا الكليان ما عارفش شنو السبب اللي طارين. دابا حنا ملي كينقصونا البلايص يعني كنزيدوا شي شوية على الكليان، الكليان ما كيتقبلهاش، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين، ما كيتقبلهاش من عندنا الكليان. وكنبقاو دابا حياتنا حاله، دابا كل دابا كنمشيو قليم جديده، اش ديرنا قليم جديده؟ خصك تدخلي بثلاثه البلايص. كتمشي قليم هنا لهاد النواحي ديال حد السوالم كتدخلي باربعه البلايص. لوطوروت عندنا في البياش في الداخله ديالها اربعه البلايص، زيدي بلاصه يزمم لك 40 فرانك ولا الفوريان. يلاه واش غادي نديرو حنا مع الناس؟ دابا كنضطرو خصك تزيدي على الناس، ما يمكنش انا غادي نمشي متنا ب 10 دراهم ولا ب 15 درهم من هنا حتى لحد سوا البلاصه. يعني حنا مضرورين. وكانوا وقفوا معنا شي ايامات الحكومه قالت لك بان غادي نديرو لكم الدعم في المازوط، لكن ما كاين والو. حتى ذاك الدعم ديال المازوط ما كاينش. يعني وكيفاش بغيتي حنا؟ منين بغيتينا حنا دابا حتى غادي نرعفوا بالكليان؟ ما كاينش، هذا هو السبب. و فكوا لنا انتوما. شوف هذا هو الحل، ما كاينش حتى الحل، الحل ما كاينش. ها حنا دابا شوفي الحاله كي دايره، القطاع مضرور ومشلل ولا اله الا الله، خدمه ما كاينش، بنادم هرب تكون على الطوبيسات، داروك الطوبيس كيجبد حتى هو، الطوبيس كيدي ب 6 دراهم، حنا كنديو ب 5 دراهم، وكيقول لك لا تهز 3 بلاص. والامر لله، لا غالب الا الله سبحانه وتعالى، امر لله. حاليا حنا كنعيشوا ازمه ديال كورونا، وكاين ضرر، كاين ضرر كبير بالنسبه للسائق المهني. عنده ضرر من ناحيه ديال 50%، راه ما صراحه ما سلكاتش بالنسبه للكرون طاكسي، راه ما سلكاتوش. لان كاين ضرر الجهتين، لا للزبون ولا للسائق. الزبون بالنسبه للثمن زايد عليه شويه، بالنسبه للطاكسي ما عندوش خدمه، ما بقاش لقى الخدمه، لان كاينه مشاكل وكاين ضرر كبير. حنا ما تنزيدوش ديك 50%، لا ديك 50% اللي تقرات علينا هي اللي زادت، لان ما يمكنلكش تهز ثلاثه البلايص وانت غادي من الثمن العادي. لا يعني كتزاد 50% كتزاد كيف ما تنقصات علينا حنا 50% في البلايص، راه عندنا 50% بالنسبه للثمن، فهمتي؟ هذا هو. نظرك شنو الحل اللي خصنا؟ والحل هما يعوضوا السائق المهني، يعطيو على الاقل خمسه د البلايص، خمسه د البلايص راه مزيانين، ما يضرش الزبون وما يضرش السائق المهني. هذا هو اللي كاين. هو في الحقيقه المواطن الله يحسن العون،
يعني كد يدوبل مثلا في الخلاص ياك مثلا حنا كنهزو ثلاثه د البلايص هو مضرور مولف كيخلص 5 دراهم دابا كيخلص 800 درهم وحتى شي فور هو مضرور لانه ثلاثه د البلايص كيديروا ب 480 ريال يعني ضيع في 120 ريال في الديبار في العوض ما غادي يهز ب 5 دراهم 6 د البلايص 600 ريال كيعاود يهز ثلاثه د البلايص ب 480 يعني حتى هو ضيع والشيفور هو اللي واكل العصا كما كنقولوا الشيفور هو المضرور بزاف كاع لان مثلا الطاكسي مازال شويه كيف ما كان الحال المهم شويه بعدا كياخذ لا روسيت بعدا واخا لا روسيت ناقصه المهم على اي حال شويه المضرور هو السائق السائق مسكين خصو يشيط شي حاجه خصو يخرج الروسيطه يدير المازوط ويشوف داكشي اللي شاط ليه يدير مصروف لوليداتو والحمد لله على كل حال اللهم لي الحمد. بالنسبه لي انا كسائق تاكسي انا مع الاحترازات اللي كياخذوها الدوله بشان هذا المرض ولكن راه خص شي تعويض بالنسبه للسائقين بالخصوص اللي متضررين بشكل كبير من هذا النقص في المقاعد وكيتخذوا اجراءات ما كايناش المواكبه ديالهم بالنسبه لهاد اصحاب الطاكسيات اللي كيخلصوا لاسيرون 6 البلايص وكيهزوا 4 ودابا اكثر من سنه ما كاينش شي اجراء مواكب لهاد الاجراءات الاحترازيه وخص واحد الالتفاته لهاد الميدان لان باقى فيه الفوضى خصو شويه تنظيم ما كرهناش يتنظم والله يرفع عنا هاد الوباء والسلام عليكم ورحمه الله. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة.